السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كليب دروب في تطبيق على الموبايل بيعمل ايه؟ اي حاجة انت بتصورها تمام، هو بيحذف الحاجات اللي حواليها ويحتفظ بالصورة بس، وتقدر ان انت تحطها عندك على الموبايل او على الموقع تبقى معاك الصورة ديت. يعني انت تصور مثلا النبات دوت، يروح هو اوتوماتيك عمله لك دروب على الموقع، وتبقى تقدر ان انت تستخدمه في اي وقت. برضو الموقع ده بيعمل اربع حاجات حلوين: كلين اب لو انت عندك اي صوره وفيها حد عايز تحذفه، فمجرد تعمل سيلكت عليها هو بيحذفها. لو عندك اي حاجه الريزولوشن بتاعها وحش هو يقدر يحذف لك النغبشه، او لو عندك حاجه الاضاءه فيها بايظه مجرد ان انت بتعمل ريلايت هو بيظبط لك الاناره على الصوره.